قال ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. الله قن خيت مخدوق دولور مدات تل بلچناخ بين قب آية تفسير ديشة شيخ ابن عثيمين وباخ الله خيتم بلچناخ. فالقنوط من رحمة الله لا يجوز. الله قن خيت مخدوق دل مكشدات وين لأنه سوء ظن بالله عز وجل من الجسيل أحوال الله تاني يشلو غوئلوز سيل أحوال الله قرآن شو عدق باخ شاقي خيت ميو شامس قنو شنجش ديشو الله اشتبوخ شعويخ الله أتصل قخيت بن شحال وي الله قن خيت مخدوق دل چه الله تاني غو أويل خلر دوز وذلك من وجهين إي الله قن خيت مخدوق ديلرنا شي كيه بيتون شي آو يتون الأول حال خرنيغا أنه طعن في قدرته سبحانه الله نتقلينا عطري شوز نقعسنا الله قخيت مخدوق دلشي ولحا وقر حلخة الله نتقلين أطر يشوز لأن من علم أن الله على كل شيء قدير لم يستبعد شيئا على قدرة الله الله مسهما نتقو شوال إخيئا والستقو الله نتقلخ هما آردوخ قرداتو أي الله مسهما نتقوچو مسهما دشاو إدا نتقوچو ألا تنخ إيمان دلين وستقو الله نتقل تان دهتر ألا هم يقردو قردات حقوما دع الله نتقوچو دهتر دهت والعياذ بالله هنا يلچا بسوبستقانا إيمان دلشو بسوبستقا الله مسهما نتقوچو الله إذ دق قرآن شو حيخ اندولون ديلا بيماروشي عليه الصلاة والسلام حديش كحيخ اندولون ديلا حلخرا آو إيو سو الله نتقلين أهترير أتسيق دوشتو شلانيغا الثاني أنه طعن في رحمته سبحانه الله قن خيت مخ أهترير شوز لأن من علم أن الله رحيم هنا يلتشى الله قن خيت ميو أهل خي أخي أن تنادوك تيش وستقى لا يستبعد أن يرحمه الله سبحانه الله قن خيت ميو غيرهم أردوك قرداتو حق من الله قش دير دات أهل أردوك قرداتو تعهم ولذا تنديل كان القانت من رحمة الله ضالا تنديلو الله آية عما اللري الله قخيت ميخا دوك دول شوغا إذا تلستقوز إذا تلوستقوز هنا يلچا تستقحون جيچا الله قن خيت مخ دوك دولش الله قن خيت مخ دوك ديلن استق جيچا اتستقي قح شئا وبو حل خربيغا وتو دوغ دلين دول همان غح الله نيت قو چوات ال دوغ دول شو از شلوحا حقوما دع الله قيخيت مي وات ال شلوخ اتو مانا دوغ دول شو از تون ديلا اشي داقا اشي اغو بو سلبستاگي غحا خيلي شو اتشي اغو يولون ديلا تلو شو از الله قرآن شوين ما الاري سيل عول الله شي قخيت مخ دوغ ديلر خلر دويل وي سيل عول الله شي قخيت مويخا ديل يلشنو شي حديث عما اللري شي قخيت مويخا دا حرچا بنا ات شي قنخيت متاني شي خزيولو يلسمنين شو دخر لويل خوين والحمد لله رب العالمين.